Sam, and I get a slice of the chicken and a little tiny. درنا البارو في الغفلة مع الدخلة ما حطيت رجلي. خل خل. أسامة. السلام عليكم ناس زوينين، أنا عاوتاني مطار ناريبوك. سير بها صاحبي، راه غنعطيك 10 دراهم. سير بها. غادي للطاليان كامل المغرب. يلا يلا ها. غنمشيو إن شاء الله للمغرب. غاتمشيو معايا الدراري؟ خلي الطوموبيل أنا ونمشي معاه. ناريبوك والله ما صدق مابقاش باغي يمشي للمغرب. خلي الزيرو ونمشي معاك. اصلا ما خلي يجي في الطاريان والو، هي كامل ديتي. وانت ما عندك صحه. قلنا لي قلنا لي الزاري كاع ما قد يهزك. فين دابا؟ انا فين غنمشي؟ علمني كيفاش نمشي للمطار. فين كتمشي؟ ميامي تشي ناري بوك حش مدينه. بيسولينا واحد خيتي في المطار، قال لها فين غنمشيو؟ قال لها فين روير اير ماروك ما حشمش. واش البرو؟ المهم انا دابا في المطار ان شاء الله غادي نمشي للمغرب، وغادي نمشي ديريكت غندير المفاجاه المهلوك. غادي نمشي ليه تل... نعم برو، اليوم راه غادي ندير المفاجاه المهلوك. ولكن شوف اعطيني الاوكي انت اخو الكبير باش ندير ما بغيت. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. لاباس؟ بخير هاني. المهم هو دابا غيعطيني لاوتوريزاسيون وغادي تكون اختك. بخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يصحى. شوف امك يدير. لا هو هذاك حيت لك ماما كل شيء كيشوف قايت نفسات. المهم اسامه راه عاطيني الاوكي. ها هو شاهدين عليه. قولها الغفله ديالك ونشاقم ليا من المهلوك. غتصغد مهلوك قفرتيها. دابا حنا غنمشيو نتصوروا مع الناس. الناس كاع باغيين يتصوروا معنا ان شاء الله. غنتلاقاو في المغرب. اصلا وين هاي ان شاء الله الطياره ديال المغرب. وهاد الحاجه غتسافر معايا اليوم. بغيتك تدعي معاهم. دعي مع المغاربه كامل. امين. هاد السيده غتمشي معايا ان شاء الله. وصاتني عليها بنتها. سيري اقود امشي واقود. يلا ان شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير. وسام انا جالس في البلاصه اللي جيت فيها نهار الاول طالعين، ولكن نهار كان زوين بزاف، ولكن مت بالضحك. تنضحك ابو وحدي. الناس حابوني مسطر. جابوا لي الزبده، جابوا لي مشتا. تفكرت الزبده بالديه اللي جبتي معاك. والله ما عندك العقل. والله ما عندك العقل. عرفتي كنضحك ابو وحدي والله العظيم. الوحيد اللي طلع مع الزبده والطياره اصلا وتياكل فيها في بيزنس كلاس هو انت والله العظيم. المهم مهلوك انا قربت لك. قفرتيها. انا حالف عليك. تنقول لك علاش؟ حاجه راه سدت عليا مع المهمه ديالي. الله يرحمها. احنا وصلنا بخير وعلى خير ياك. انا الله حطيت رجلي في الغفله وتلاقيت ابا محمد. هذا هو ابا محمد. بخير. الله يحفظك. الاب ديال اسامه. الله يحفظك. الله يسهل عليك. قاتي لا تبارك الله ولا تزوينه. هاي هاي والله لا زوينه. اللهم بارك. اللهم بارك. بخير. هانك والله لا بخير. تبلغ لك السلامه اسامه. الله يبارك فيك. السلامه. الله يبارك فيك. السلامه. السلامه. الله يحفظك. لقيتوني غادي للمهلوك. ودابا راه الليل وغادي ندخل عليه. حتى غندخل عليه في الصالون. تلاقيت مع با محمد هو جاب القاتله تا هو. دابا غنمشي عند، ولكن خاصني اللعيبه. خاصني ندبر على شي تويشيه. صافي سير بقى معايا. اسامه والله تا وصيتيهم. ما يمكنش. حاشاكم حاشاكم. ها نو والله تا وصيتيهم. شي انت ما صدقتيش. عليكم السلام. كدير اخويا؟ تصور فيا يا صاحبي. النظافه من الايمان. شوف شوف تعرفني ناضي اسامه. اسحب راسك دابا الغفله. دابا انت مشيتي من الغفله وليتي طالياني. انا اللي غنتكلف هنايا. هات عادي. مالها اش طراك؟ مال هاي ولات جديده.
باروك درنا الباروك في الغرفة مع الدخلة ما حطيت رجلي تمام بتلاح حمام عاد فلان قالك اللي ما صبن كساته طيب عشاته واحد حاجة أخرى موت أحسن من حياته ديك الثالثة نسيت عليها ما عادش يقول لك خيط كساته ولا يمكن وغسل سبرديلته هذا أسامة تتخلص الماء صيفت الفلوس صيفت الفلوس ولا عندك طاب طاب سهلة تجي تبقى تصيفت الفلوس وصيفت الفلوس ديال الماء ها جديدة تبارك الله ها ولا جديدة كون كان أسامة كون غسلها من الداخل أنا عارفه أنا يديرها ها الغسلة بالليل أنا ما كاينش مشعد عينيها انا غنطلع نسلم على الوالده والوالد ديال اسامه اللي تلاقيت معاه قبيله بما جاء اناس ونعجبكم فيه اسامه انت راك عزيز عليا والله ما باغي نفقسك جاتني الضحكه غير انا تصحابني باغي نفقسك كبده عزيزه عليكم قايله ومعط وحده الليل واو وبا محمد ايوا اخويا اسامه ربي اللي بغى لي بسم الله بلا ما تبقى صعب ماشي مشكل واعر والله ما شهيتك ما بغيتش نشاكي فيها والله ما بغيتش نشاكي فيها غي بلوكيني والله صار غي بلوكيني ابا محمد بارك عليه بارك عليه اللعبة هادي راه جبدات عليا خالتي من الكونجيلاتور الكونجيلاتور ديالها اللي عندو عامو في اي حاجة في تجلابة باردة هما الدراري جاو كاين حتى الدراري كاع صحاب اسامة كاينين تحت نشوف أوسا أناس اش غايدير دابا مزيان كي جاتنا خالتي جات مزيانة تبارك الله خاص ما خصوش يعرفني دغيا فهمت بحال بحال عمي الغول عمي الغول هيا بانطوفة تقاشر والله إلا شفرتهم أسامة من الغفلة كان حاطهم جداد ديتهم لي الله يسمح لي واش صحاب واش نيت حدا عمي الغول عمي الغول هادي ديال الواليد انا فهمت والو كنقول والله كنقول الواليد ما فهمت والو بخير فين حسين جيت ديرت عندكم شعر براسكم عزاز الله يرحمك ها هو انا شو تبارك الله طوال مزيان مزيانش بزاف ولكن مزيان هذا مجوج وايلي الله اكبر شو دار تصوم رمضان قريب صافي المهم من هذا المنبر مهلوك باغي يتزوج كتبوا لنا لي كومونتير الفتيات حنا واحد وعارف عندي الناس زوينين ضروري عندك الدريات زوينين غادي نكتبوا لك كومونتير ان شاء الله غنديروا غادي نديروا لك قرعه صافي مزيان صافي ديروا لي قرعه الاحساس ديالك شي انا كبرت هنا عندنا لك واحد المفاجاه الله يجزاك يلا غمض عينك دخل 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 او اسامه بارك عليا واه كنضحك معاك يا صاحبي
اضحك معك اسامه راه عنده الزيبره ويشيلك هنا خلعني انا كذا الشوب الله يلا بوي بديت قاسم معنا في المقلات تعطى الله دابا فرحتي ولا تخلعتي مني قلت لك راه اسامه جاي لا راه بديت قاسم معنا انا دابا غنسامح لي اما اسامه انت غتشوف البلوغ الا قال لي سير ودير لي وفعل لي ودير ولكن انا ما مسامح الله حافظ دائما الله حافظك نتلاقاو الحلقه الجايه دابا تشوف